السلام عليكم رابح ماجر مدربا لمنتخب كره القدم خلفا للمدرب المقال الاسباني الكاراز بسبب ضعف مردوده واقصاء المنتخب الجزائري مبكرا من تصفية كاس العالم المزمع تنظيمها في روسيا. قرار تعيين ماجر مشاهدينا في هذا المنصب اثار جدلا بل زوبعه في الشارع الجزائري عامه والرياضي خاصه. سنطرح الموضوع من زاويتين. الزاوية الأولى يقول أصحابها متسائلين ما العيب في العودة للإطارات الجزائرية أو الأيدي الجزائرية وإعطاء الفرصة لهم بدلاً من تضييع الجهود والأموال والأوقات مع أجانب أثبت الزمن أنهم فاشلون. أما الزاوية الثانية فأصحابها فوجئوا بالقرار السريع وأكدوا أن ماجر لاعب فذ ومن يشكك في إنجازاته لكرة القدم الجزائرية حاقد ومغرور. لكن هذا الشخص اللي هو ماجر ليس الرجل المناسب للمهمة الجديدة هكذا قالوا. مشيرين لعوامل عدة ليست في صالحه كنقص التكوين والمؤهلات والشهادات والكاريزما اللازمة لقيادة المنتخب خلال هذه المرحلة مراقبون كثر رأوا بدورهم في هذا التعيين الجديد امتدادا لأساليب التدوير والبريكولاج في القطاعات الأخرى التي تغلغل في عمقها الفساد